بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته مع النبي محمد وصحبه، آمين. رمضان أجمل، هذا هو عنوان دروس الاستعداد لرمضان هذا العام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار، آمين. رمضان أجمل لأن المسلم دوما ينبغي أن يترقى، أن يكون دوما في ازدياد، لأن العمر في انتقاص. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. رمضان أجمل لنحسن استقبال رمضان ونجدد في وسائل ذلك الاستقبال. رمضان أجمل لنخرج بأكبر استفادة من هذا الشهر الفضيل الذي لا يأتي إلا مرة واحدة في العام، ولا ندري هل سندركه في العام القادم أم سنكون تحت التراب. وكم لنا من إخوة وأحباب كانوا معنا في العام الماضي وهم الآن تحت التراب، نسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم. رمضان أجمل لنتذوق طعم العبادة فيه ونستمتع بها. رمضان أجمل لتتغير القلوب والجوارح وكأنها ولادة جديدة. يتساءل الكثيرون أحبتي في هذه الأيام، ويبحث البعض على مواقع الإنترنت وغيرها عن الجديد في شهر رمضان، ما الجديد، ما البرامج الجديدة في رمضان هذا العام، ونحو ذلك من هذه الأسئلة. ألا وإن أخطر ما في الموضوع هو الجديد في أنا وأنت وأنت، الجديد في القلب الذي يتلقى هذا الشهر. ما الجديد في قلبي وقلبك؟ ما الجديد؟ ما الجديد في عباداتنا التي علاها الغبار من جراء الإهمال طيلة العام بل طيلة العمر؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. والإيمان كما نعلم أركان، والإيمان كما نعلم أعمال، أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. فالحب لله تعالى من الإيمان، والخشية من الإيمان، والتوكل من الإيمان. وهذه الأعمال التي هي من الإيمان ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق. إذن حبك لله وحبي لله يخلق، يبلى حب قديم. خشيتنا من الله عز وجل تبلى، صارت قديمة، قل المنسوب في القلب التوكل على الله، وكذا في سائر الأعمال القلبية، وكذا في أمر الصلاة والتلاوة والصيام والذكر والدعاء. هذه الصلاة القديمة التي تصليها منذ سنين أو منذ عشرات السنين، أما تحرص على تجديدها وتجديد الخشوع فيها؟ هذه التلاوة للقرآن كلام الله عز وجل قديمة لك معها سنون، فما الجديد فيها؟ وهكذا إذا تفقد أحدنا قلبه وتفقد عباداته الباطنة والظاهرة، وحاول كل عام أن يبحث عن الجديد فيها من زيادة الإيمان بزيادة التعرف على الله وزيادة منسوب هذه الأعمال في القلب، بلا شك سيطعم لرمضان طعما آخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان أو طعم طعم الإيمان. فدل في هذا الحديث أن الإيمان له طعم. هناك من يطعم طعم رمضان بأمر مختلف تماما عن كثير من الناس الذين تعودوا كل عام أن يصوموا، وربما قضوا أيامهم في رمضان والليالي كذلك في معصية الله عز وجل. فكيف وهذا الشهر فرصة للعتق من النار؟ كيف لم يستغل أحسن وأفضل استغلال؟ وكيف يمر علينا معشر الملتزمين ونحن في كل عام تقريبا قلوبنا هي هي وأعمالنا هي هي؟ فكيف نتساءل بعد عن هذا القلب القاسي؟ لماذا صار كذلك؟ لماذا لا أشعر بلذة القيام؟ لماذا لا أشعر بلذة التلاوة؟ وأسئلة كثيرة، والسبب في أنا وفي أنت.
أننا أغفلنا أمر القلب. أحبتي، إن مثل من يهجم عليه رمضان ولم يستعد له ولم يأخذ بأسباب الاستعداد له والتأهب للدخول فيه كمثل إنسان ذهب للعمرة أو ذهب للحج. هناك حيث الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ مش سامع. في إجابة تانية؟ غلط. في إجابة تانية؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير من 100,000 صلاة فيما سواه. هتقول لي طب ما هي 100,000 زي خير؟ لا، ده لما ليلة القدر بألف شهر ولا إيه؟ خير، خير في موازين الله تبقى قد إيه؟ قيمتها قد إيه؟ قدرها قد إيه؟ أخي كان في العمرة فبسأله أول عمرة يعملها، قال لي قلت له حسيت بإيه؟ قال لي أول مرة صلي صلاة ب100,000 ما بقتش مصدق نفسي. بعد ما خلص طواف بيصلي إيه؟ ركعتين سنة الطواف، طاير من الفرق ركعتين بإيه؟ والراجح أن الفرائض كذلك والنوافل كذلك، بل وبعض العلماء يقول وسائر الطاعات في الحرم كذلك. كيف ينبغي أن يكون القلب إذن إذا كان سيصلي صلاة ثوابها كم؟ أنتوا معايا ولا مش مركزين؟ يعني واحد رايح هناك حيصلي صلاة ب100,000، ينفع اللي بيصليها في مسجد الرحمة تنفع يصليها هناك؟ ينفع اللي بيصليها هو سرحان وهو أخد بالك عمال يعني يعالج النوم وعمال يصلي ومش راضي يفتح عينيه عشان النوم ما يطرش إلى آخره، كما يفعل بعضنا ربما في صلاة الفجر وغيرها. ما يصلح هذا القلب إذا سافر لهذه الأماكن المقدسة المباركة أن يكون على نفس المستوى الذي هو فيه في بلده. كذلك إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذه العبادة لشرف المكان، فالأمر كذلك بالنسبة لرمضان لشرف. لسه مش معاي. إذا كان الأمر في الحج والعمرة كذلك يضاعف العمل ويضاعف الثواب على العمل لشرف المكان، فالأمر في رمضان كذلك لشرف الزمان. فالأعمال كما يقول العلماء يضاعف أجرها إما لشرف المكان أو لشرف الزمان أو لشرف العامل. طب لشرف المكان عرفناها زي الصلاة فين؟ في الحرم المكي أو النبوي. شرف الزمان زي العبادة فين؟ في رمضان أو في العشر الأول التسع الأول من ذي الإيه؟ من ذي الحجة. شرف العامل بقى زي إيه؟ اللي يجيب مثل عليها دي ياخد هدية. شرف العامل، ها شرف العامل، ها لا شرف العامل أعمال هذه الأمة بالنسبة لأعمال الأمم التي قبلها. أوتينا أجورا مضاعفة عن الأمم السابقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كما في حديث البخاري، ولا يتسع الوقت لسردي. لكن أقول إذا كان الإنسان إذا ذهب للعمرة مثلا فأدى العمرة في آخر ساعة من شعبان، ركزوا معايا جدا، عمل عمرة فين؟ في آخر ساعة من شعبان، بعدها مباشرة دخل رمضان. العمرة اللي عملها دي ثوابها إيه؟ عمرة. لو هو أخر ساعة وعملها في أول ساعة من رمضان بقى ثوابها إيه؟ مش حجة، بس حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق؟ فرق كبير. إن تكون ثواب عمرة بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بحجة، وثواب عمرة عادية، فرق كبير. لأن الزمان، لأن المكان هناك يختلف عن غيره من الأماكن. كذلك الأمر أحبتي في رمضان، إذا كان رمضان خير الشهور وأفضل الشهور، فينبغي أن تتجهز القلوب لتلقي النفحات والرحمات في هذا الشهر الفضيل. وقد جعلنا عنوان هذه السنة أو هذا العام رمضان في ظلال الأسماء الحسنى. إذا أردنا أن نحصل هذه الخيرات وتلك الفضائل وأن نحسن الاستعداد لرمضان، فأول ما نقوله: أخي أصدق الله يصدق، وسر معي في هذه الدروس وتلك الحلقات خطوة خطوة، وانتبه لما يلقى عليك من كلمات وإرشادات، ولطفا بقول لطفا لا تجلس، لأن ممكن يبقى في حاجات تانية مش لطفا، أنتوا عارفين، لا تجلس مستمعا فحسب. ليه؟ بل اجلس ناويا التطبيق والعمل. اجعل في نيتك وفي قلبك في كل لقاء ماذا استفدت،
وما الجديد الذي سأفعله هذا الأسبوع أو في هذه الأيام؟ نحن درسنا مش حد بس حد وإيه وخميس، وقفنا كله عشان نتجهز لرمضان عشان الأيام تلحق نخلص اللي احنا عايزينه. فما تقعدش تتفرج وما تقعدش تسمع وخلاص وتمصمص شفايفك وتطلع يبقى ما عملناش حاجة. لا، عايز معاك نوتة صغيرة، عايز معاك كراسة وتبدأ تكتب وراها ويتلخص، وتبدأ تاخد الواجبات اللي احنا بنحطها وتروح تطبقها والتوصيات تنفذها لكي نحصل أكبر ثمرة بإذن الله تعالى من خلال هذه الدروس. ومن الآن وحتى رمضان نكون قد أحسننا الاستعداد لرمضان ووضعنا الخطة لتحصيل أكبر استفادة منه، أكبر استفادة منه بإذن الله. تدور هذه الحلقات إخواني حول عدة محاور. الناس اللي هتكتب بقى، المحور الأول تحت عنوان مشتاق لرمضان، وهذا يستغرق حوالي 10 دقائق، وذلك هدفه أو هذا هدفه بعث واستثارة الشوق في القلب لرمضان. هو بمثابة شحن أسبوعي للقلوب حتى تحسن الاستعداد لشهر رمضان وتجتهد في الطاعات. أعني أنني سأحدد بعض الدقائق، حوالي 5 دقائق 7 دقائق، مش هتزيد عن 10 دقائق، في كل لقاء بإذن الله تعالى نتكلم فيها عن صفات هذا الضيف عليكم السلام وفضائل هذا الضيف الذي ننتظره، أعني شهر رمضان، لننطلق أو لنطلق أكبر قدر من الجرعات الإيمانية التي تلامس القلوب فتشوقها بإذن الله لرمضان. ولأن الأيام كما ترون حتى رمضان قليلة، فلذلك ستكون هناك بعض الحلقات مسجلة لن تلقى على مسامعكم لأنها ربما تسجل بعد صلاة الفجر ونحو ذلك، فتابعونا على موقع أنا السلفي وعلى الصفحة الرسمية لتحاول أن تحوز وأن تستمع كل هذه الحلقات. عملوا بقى 10، عملوا 20، 25 حلقة تحت عنوان مشتاق لإيه؟ لرمضان. المحور الثاني وهو العنوان الكبير في هذه اللقاءات، رمضان في ظلال الأسماء الحسنى، نتذوق طعم رمضان والتعبد فيه مستحضرين معاني أسماء الله الحسنى من خلال التفكر فيها وتلمس آثارها في قلوبنا وسلوكياتنا وعلى جوارحنا وفي كلماتنا. وهذا شق منه يلقى على مسامعكم إن شاء الله، والشق الآخر للتحصيل المنزلي، حنوصي بكتاب أو بكتابين أو ببعض السلاسل المسموعة عشان برضو نحصل أكبر قدر من الاستفادة إن شاء الله. القسم الثالث لن يكون في هذا المسجد أصلا، ولا فجر ولا عشاء، بل في بعض المساجد الأخرى وليس هنا في الأسكندرية، حتى ما شوف الإخوة ما تعودش تسأل، وستجدونه إن شاء الله مسجلا أيضا على الموقع وعلى الصفحة، ويدور حول كيف نستمتع بالعبادة في رمضان. هنتكلم عن 4 عبادات، عبادة الصلاة، زي تتذوق لذة الصلاة في رمضان في درس أو درسين، تلاوة القرآن، قيام الليل، الذكر والدعاء، نسأل الله التوفيق والسداد. أما القسم الرابع والأخير سيدور حول فقه الصيام. إن كانت الدروس السابقة تدور حول روح العبادة ومعانيها الإيمانية، فإن درس فقه الصيام يعنى بجسد العبادة. ما ينفعش إنسان يبقى كل كلامه مثلا في الصلاة عن الخشوع وزي تتذوق لذة الصلاة وهو أصلا ما بيعرفش إيه، ما بيعرفش يصلي. لازم تصلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنخصص الوقت اللي بعد المغرب، وركزوا معايا، يوم الحد، يوم الأحد من كل أسبوع من الأحد القادم سيبدأ الدرس بعد المغرب لمن شاء، وسنتكلم فيه عن أحكام الصيام سؤال وجواب. لخصنا أحكام الصيام كلها وأحكام رمضان وأحكام عيد الفطر وصلاة التراويح وزكاة الفطر ونحو ذلك في عدة أسئلة، وستجهز إن شاء الله في ملزمة في مذكرة وتوزع عليكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إخوة وأخوات بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، لنحصل قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم إيه؟ لا ما بحبش أتكلم لوحدي والله، ما تتعبونيش. طلب إيه؟ فريضة. هو اسمه فريضة؟ طلب العلم إيه؟ فريضة على كل إيه؟ في اللي بقى تليفوناتك وركز معي. ولكن الجديد في هذا الدرس هذا العام تكليف لكل حاضر أن ينقل ما سمعه ولو لواحد، والذي يخالف هذا الشرط لا نقبله في الحضور. إحنا دلوقتي عندنا دلوقتي اللي شغال دلوقتي مراجعات إيه؟ مراجعات إيه اللي شغالة؟ الثانوية العامة. ها الحصة بكام؟ 60 جنيه. خلينا نقول، طب احنا دلوقتي هنتكلم عن مراجعات، المراجعة النهائية قبل رمضان، المراجعة النهائية قبل رمضان الحصة تعمل كام؟ انا معاك، انا موافق، 25 جنيه
خلاص اتفقنا. يبقى كل واحد الأسبوع الجاي يجهز كام عشان ما حدش يجي؟ لا يا سيدي احنا ببلاش، بس الشرط بتاع ان كل واحد حضر مع المذكرة ومعاك قلم وكراسة عشان تسجل بعض الفوائد، تروح البيت تنقل اللي انت ايه سمعته. اخد بالك، اب ينقل للأسرة، اخ ينقل لاخواته، موظف ينقل لاصحابه، تكتب على صفحتك. محدش هيقعد قدامي سميع، هيقعد سميع حمشي، انتوا حرين. تلك اقسام اربعة ندور في فلكها في الاستعداد لرمضان العام بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. أحبتي، رمضان في ظلال الأسماء الحسنى، ما أجمل الحياة في ظلال أسماء الله الحسنى، حياة لا تشبهها حياة، بل هي أجمل حياة، هي والله الحياة الطيبة رحمك الله، هي السعادة، هي جنة الدنيا، والتي منها ينتقل الإنسان وينتقل العبد إلى جنة الآخرة، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها إيه؟ دخل الجنة. والإحصاء يكون في الدنيا، إذن من أحصاها دخل الجنة، حينما تحصيها تعيش جنة الدنيا، ثم تنتقل من جنة الدنيا لجنة الآخرة. علم العبد بهذه الأسماء وتعرفه عليها يثمر في قلبه تحقيق العبودية لله تعالى. إذا علم بتفرد الرب سبحانه وتعالى واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف اتصاف نفسه بالنقائص والآفات، لم يتكبر، لم يغضب لنفسه، لم يحسد أحدا على ما آتاه الله من فضله. إذا علم بتفرد الرب بالضر والنفع والعطاء و المنع والخلق والرزق والإحياء، مش تقولكم مش حاول تتكلم لوحدي، ها؟ يا إما أنت صاحي تبقى بتتكلم معايا، يا إما إيه يا سرحان، يا نايم يا سرحان، وما بحبش ولا ده ولا ده، وأنا بقى إيه بلقط كده الناس النايمة وأقول لك صح صح معايا عشان ما حدش يزعل، في ناس أول مرة تحضر. فبنقول إيه، إذا علم العبد بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، أثمر ذلك في قلبه عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. إذا علم، أنا عايز كنتوا تجاوبوا بقى، علم العبد بسمع الرب سبحانه وتعالى وبصره، وأنه لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله تعالى. الهم عند الله معلوم، بل الخواطر ظاهرة وبادية، البواطن علانية، والسر عند الله علانية. تأمل في قول الله تعالى عن بعض المسلمين في غزوة بدر، قال الله عز وجل عنهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هما فشلوا ولا هموا؟ الهم القرآن سجله. ليه؟ عشان تبقى منتبه قلبك في إيه. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. طب أنت تتخيل معايا كده أن أنت ما بتصليش الفجر، أو بتصلي يومين ثلاثة في الأسبوع، فالإخوة روح عاملين لوحة هنا على مدخل المسجد وكتبوا فيها أسماء الذين لا يصلون الفجر كده، خبطت البتاع، ها عملوا اللوحة كده، كتبوا فيها أسماء الذين لا يحضرون فين. فأنت أول دخلت كده لقيت إيه اسمك إيه مشرف، تعمل إيه؟ مش هتخش الجامعة تاني صح؟ وإحنا بنعملش كده، ها؟ طب وماله، خير جزاك الله خيرا، بس هتقول أنتوا فضحتونا، ينفع كده؟ طب أنت لما تتكتب عند ربنا ما صليتش الفجر، أنهي فضيحة أكتر وأشد؟ ويبقى نوع من التعمد كمان، مش موضوع اصل انا حاولت وما قمتش، ده يا عم ما اقوم ابقى اصلي. وبعض الناس كده ولا حول ولا قوه الا بالله. لما الانسان يعلم ان الخواطر تسجل عليه والهم يسجل، طبعا هذا لا يحاسب الانسان على الخواطر التي لم يعزم عليها عزيمه صادقه ولم يهم بها هما صادقا كما قال العلماء. لكن لما نزلت هذه الايه ماذا قال الصحابه؟ ما يسرنا انها لم تنزل في بعض التفاسير. طب هي اصلا بتقول ان هم كانوا هيفشلوا، يبقى الانسان يزعل انها نزلت ولا يزعل لو ما نزلتش؟ احنا فاهمين انه ايه، يزعل انها نزلت، لان هي ايه بينت مين، وهم معروفين قبيله مين وقبيله مين. فكيف ذلك؟ قالوا لان الله عز وجل قال: والله وليهما، لانه تولاهم لم ايه لم يفشل. انت تعرف زي الشاعر اللي قال ايه: لئن ساءني ان نلتني بمساءة، يعني انت وقعت فيا غلطت فيا، فانا ايه
هتفوق ولا أقوم أروح؟ لئن ساءني أن نلتني بمساءة، يعني زعلت، فقد سرني أن قد خطرت ببالك. وصلت؟ فقد سرني أن إيه؟ حد حد حتى لو بإيه؟ حتى لو بس أنت عشان حبيبي. إذا كان ده في البشر فكيف برب البشر؟ فقالوا ما يسرنا أنها لم تنزل، من فرحهم بأن الله قال والله وليهما. شوف لما تعيش المعنى ده بقى في ظلال الأسماء الحسنى، أن الله يعلم ما تخفي الصدور، هذا يثمر للإنسان حفظ الخواطر، اللسان، الجوارح، عن كل ما لا يرضي الله تعالى، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. يثمر ذلك للعبد الحياء باطنا، والحياء كذلك ظاهرا في ترك المحرمات والقبائح، ومعرفة العبد بغنى الرب وجوده وكرمه وبره وإحسانه. علم العبد بكماله وجماله، يعني كمال الرب وجماله وعظمته وعزه، يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله بتصرف يسير. لكن أقول رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. فالتعبد بالأسماء والصفات هو حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد. ولنبدأ الليلة باسم من أسماء الله تعالى الحسنى. طبعا مش هنلحق نخلص الايه أسماء كلها، سننتقي بعض الأسماء ونفتح الباب لك لتتدارس بإذن الله تعالى باقي الأسماء، ولعله إن شاء الله يكون لنا درس جديد بعد رمضان نتكلم فيه عن أسماء الله الحسنى بإذن الله تعالى، يسر الله لنا الخير. لنبدأ باسم ايه؟ باسم أنا عايز تتوقعوا هختار اسم ايه؟ الرحمن الكريم. الرحمن، طب قولوا ها، الله الرحيم. تخيلوا هو فعلا اللي زياد قال اسم الرزاق. ليه؟ حد يقول ليه؟ عشان رزقنا القعده دي، يا رب يديمها علينا ويكفينا شر خلقه. قولوا امين عشان في كلام، قولوا يا رب، قولوا امين، ربنا يحفظ علينا مجالس الخير. اسم الرزاق لان الطاعة رزق، فرمضان رزق، أن تبلغ رمضان هذا رزق يحرم منه أناس كثيرون، ثم أن تبلغ رمضان طائعا هذا رزق. ربما بلغ بعض الناس رمضان عاصيا، هذا بعضهم دعي إلى الله عز وجل وإلى ترك الحرام، كان بيشرب خمرة، كان سكير، شاب صغير، فدعاه أحد الدعاء إلى الله عز وجل. معايا ولا هتنام؟ بص لي هنا معايا. فدعوه إلى الله عز وجل، ما تبصش بقى أنت ورا، خليه بصص لهنا، بص للشاشة، بص للشاشة. فدعاه بعض الشباب إلى الله فما قبل، وفر كلامك، ما توجعش دماغنا، ما تصدعناش، أنا كده وحفضل كده وحعي، ده أشد من كده. قال أتمنى أن أموت سكرانا في رمضان. شوف الجرأة. تمر الأيام ويدخل رمضان ويجي بعض الشباب للشيخ اللي كان بيحكي القصة ويقول له تعرف فلان؟ قال له إيه؟ قال له الشرطة فعلا دخلت في رمضان الصبح لقيته ميت وهو سكران. أنت اخترت لنفسك كده. عشان كده أنا ببشر الشباب، ببشر نفسي طبعا قبلكم، أنه إذا كان الإنسان عاصيا فهذا لا يمنعه من الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا طبع البشر. ها، كل بني آدم إيه؟ خطاء، كلنا كده. لكن المشكلة الإنسان يصر ويعزم على المعصية ويبحث عنها ويفتش ويفرح بها لما يحصلها، أو يندم لما تفوت منه وينشرها بين الشباب ويتفاخر بها. فرق بين ده وبين واحد ماشي في الطريق، طريق الهداية، وأحيانا يقع فيرجع إيه؟ يتوب ويستغفر. ما تيأسش، هتبقى أفضل من أفضل الناس بإذن الله تعالى، بس استمر وحصل معاني الإيمان وزود الإيمان في قلبك، واشغل نفسك بالطاعة وبالعبادة، وخليك مع الصحبة الصالحة، واشغل نفسك بالأعمال المفيدة حتى الدنيوية، عشان تبقى بقدر المستطاع بعيد عن هذه المحرمات وتلك المنكرات. لكن لا تيأس أبدا من نفسك. خلينا نقول رمضان رزق، ربما يصل إليه بعض الناس وهو على غير طاعة. عشان كده مش الموضوع اللي انت تبلغ رمضان، يقول لك اللهم بلغنا رمضان. طب ممكن يبلغ رمضان وهو عاصي، بل ان ليس الشأن ان تبلغ رمضان فحسب، بل ان تبلغ رمضان وانت طائعا لله سبحانه وتعالى. خشوع رمضان رزق، بكاء رمضان رزق، صيامه وقيامه وصلاته وتلاوته وصدقاته، كل ذلك رزق. عمرة رمضان رزق. بعض الاخوة قدم الجواز بتاعه عشان يطلع عمرة في رمضان، جواز اتأخر اتصل، الجواز اتأخر اتصل،
اتصلوا بي بيعتذروا له، قالوا له احنا اسفين الجواز بتاعك جات لك فيه تاشيره حج بدل العمر، فاحنا هنحاول نغيرها لك. قالوا لا تغيروا ايه ده، هي دي ايه، هو ده الطلب، هي دي الامنيه، خد بالك. وفعلا الاخ ده كان معانا في الحج في السنه اللي حجنا فيها. مش بقول لك الموضوع رزق، وبعض الناس والله يروحوا لحد المطار ويرجعوا تاني، ما يلزمش ان هم يكونوا مردودين ومش مقبولين وعصاة، لا، ممكن يكون اختبار وابتلاء، وممكن يكون الاولاني فعلا، ولا حول ولا قوه الا بالله لشيء في قلوبهم. ولا يخفى علينا قول الله تعالى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لهم المنافقين والعياذ بالله تعالى، لو كانوا عايزين يطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو كانوا عملوا ايه، لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، نعوذ بالله. يبقى بعض الناس بسبب خبث قلبه ربما يثبط عن الطاعة والعبادة، فالمسلم بيخاف من كده، فلذلك يتواضع ويذل لله ويتمسكن لله ويسأله ألا يحرمه الخير. وهذا هذه المعاني التي ذكرتها حول معنى الرزق غابت عن كثير من الناس. إذا ذكر اسم الرزاق استحضر غالب الناس إيه؟ الرزق المادي، الرزق المادي، الفلوس والعقارات وغير ذلك، صحصح معي. ولكن اسم الرزاق يشمل الاثنين، وهذا ما جاء في القرآن وجاء في السنة وفي كلام العلماء. تعالوا نطوف حول هذه النصوص التي تبين هذا المعنى ولخصها ورايا بسرعة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال عيسى عليه السلام كما حكى القرآن عنه وارزقنا وأنت الحرف بعشر حسنات، بتبخل على نفسك لو قلنا الحرف بعشر جنيه محدش هيقعد ساكت، اما تقول بقى انت وتقول ورايا وتقول معايا خدت على كل حرف كام، ما تقولش خليك ساكت. سيدنا عيسى قال ايه، وارزقنا وانت ايه خير الرازقين، امين يا رب. وقال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض، من؟ الله سبحانه وتعالى. وقال الله الذي خلقكم ها ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة، من دي تفيد إيه؟ أي دابة، أي مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى رزقه على مين؟ طب هي الدواب دي بتحرث وبتزرع وبتحصد وبتاخد المحصول وتبيعه وكده ها؟ لا، الطيور دي بتيجي تزرع وتحرس وكده عشان الحمير والحيوانات والحشرات بتعمل ها؟ ومع ذلك ايه؟ ترزق. العجيب بقى ان البني ادم مع انه بياخد بالاسباب اللي ما بتاخدش زي الطيور بيبقى قلقان وخايف، وده هيقطع رزقي وده بيهددني وده بكذا. يا ابني ان الرزق يتبع العبد اشد من الموت، كما أنه لا إنسان يفر من الموت فلن يفر أحد من الإيه؟ يبقى خد رزقك وانت مطمن، ابذل السبب وما تبقاش قلقان ولا خايف، وما تبقاش حريص، ما تبقاش مليان طمع وحرص وعندك بخل وشحل، انت مش هتاخد أكتر من الإيه؟ اللي اتكتب لك، كتب رزق الإنسان قبل أن يخلق ويخرج من بطن أمه، يأتيه الملك وهو في بطن أمه فيكتب إيه؟ رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ما معنى الرزاق يا إخواني؟ حد يقول لنا اسم الرزاق يعني وياخد كتاب ها؟ خالق إيه؟ جميل، ماشي، جزاكم الله خير، خدتوه في الدرس ده صح؟ طب ليكوا كتابين هم عندي بس عشان نخلص. حد يقول لنا كمان معنى اسم الرزاق؟ كثير الرزق. قال الخطابي رحمه الله اكتب هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. هو المتكفل بإيه؟ قول بقى اللي معهوش ورقة يقول معايا بقى إيه وجع القلب ده، هو المتكفل بإيه؟ بالرزق. طب استنى بس، إما تقف مع المتكفل دي يعني إيه؟ يا لما يبقى ربنا ضمن لك رزقك أنت تبقى إيه؟ في غاية الطمأنينة، لأنه لا يضيعك. شوف هاجر عليه السلام لما تركها إبراهيم في واد غير ذي زرع، معها جراب فيه شوية تمر وسقاء فيه شوية ماء، مع الوقت المية خلصت والتمر إيه؟ خلص، فبدأت تبحث عن الرزق وتبحث عن غياث، زي ما أنتم عارفين طلعت على فين؟ الصفا، ونزلت راحت وهكذا لحد ما نزل الملك وضرب تحت
إيه؟ رجل وقدم إسماعيل عليه السلام، فانبعث بئر إيه؟ من أيام بقى سيدنا إسماعيل وهو طفل لحد دلوقت وما بعد دلوقت، وزمزم إيه؟ شفت أنت عين بالصورة دي كده، وده رزق. ليه؟ شوف قلب هاجر كان عامل إزاي لما أتى جبريل إليها وإلى ولدها وسألها من أنت ولمن تركك إبراهيم، فقالت تركنا إلى الله، فقال جبريل وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى إيه؟ يعني مش هتضيعوا. وهي نفسها قالت لما قال لها إبراهيم الله أمرك، قالت له أما سألته قال لها إيه؟ نعم. قالت إذن لا يضيعنا. عش هذا المعنى حينما تسمع اسم الرزق، هو المتكفل بالرزق، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته. طب يعني الكفار برضو ليهم رزق؟ يعني واحد بيعبدش ربنا برضو بيرزقه؟ لأن ده من مقتضى كونه إيه؟ ربا سبحانه، وإن لم يتخذوه هم إلها سبحانه وتعالى. لم يختص بذلك مؤمنا دون كافر، ولا وليا دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي، عضلته وقوة وصنعة وعنده كذا دورة واخدها، والتاني ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، ده بيرزق وده إيه؟ وهنا نفهم، هنا يحضرني قول من قال من السلف يا رازق البغاث ارزقنا. البغاث فراخ أو فراخ الغراب، وهو يضرب به المثل في الضعف، لما تبقى في مكان مثلا وتلاقي شوية عيال صغيرة وكبروا وشافوا نفسهم، وانت عندك 50-60 سنة وتلاقي الولد بيكلمك ازاي مش كده ويعوج لك بقه وبتاعها فتستغرب. فكان مثل العرب بتقول، تقول ايه؟ ان البغاث بأرضنا يستنسره. البغاث اللي هو الصغير ده بيعمل زي الايه؟ النسر. ان البغاث بأرضنا يستنسره، هذا البغاث اللي هو فراخ الايه؟ الغراب، اذا خرج من البيضه يخرج ابيض كالشحمه، زي حته الدهنه كده. فاذا راه الغراب اللي هو الاب والام انكره لبياضه، لان الغراب لونه ايه؟ اسود، فينفر منه. يا طب في الوقت ده تبعني وانه ايه؟ صغير ولا حول له ولا ايه؟ ولا قوه. فمن يرزقه؟ الرزاق سبحانه وتعالى. يسوق الله له سبحانه بعض الحشرات أو بعض الدود، بعض الديدان، تقف على منقاره فيتغذى عليها ويأكلها حتى ينبت له ريشه الأسود، يسود لونه، فعندئذ يتعرف عليه الإيه؟ الغراب، فيأتي فيزقه، يعني يطعمه. فهمت بقى اللي كان بيقول يا رازق البغاث إيه؟ مش حينساك سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله ورزقه لعباده نوعان، خد بالك من الاثنين دول بقى، رزقه تعالى لعباده ايه؟ نوعان، رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، رزق الأبدان. الرزق الثاني رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. قال ابن القيم وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. يبقى في رزق للقلوب وفي رزق للايه؟ الابدان. ايهما اعلى وافضل واخطر واهم واعظم؟ رزق القلوب. تامل معي في قول الله تعالى، دليل من القران اهو، قال الله تعالى والذين هاجروا فينا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ها ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. طب هم ماتوا هيرزقهم ازاي؟ شوف بقى تامل، قال الله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وهذا الرزق الذي يرزقهم الله عز وجل يكون في البرزخ اللي هو الايه؟ القبر، ويكون يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان، نعيم القلب والبدن، تجمع الجنة نعيم القلب والبدن. هذا المهاجر الذي يخرج في سبيل الله أيضا يتكفل الله له برزقه في الدنيا، يعني إن عاد ولم يقتل، هذا المجاهد كذلك إن عاد يتكفل الله عز وجل له بالرزق الواسع الحسن. وهذا
يؤكد هذا المعنى أن الرزاق ليس فقط رزق الأبدان بل كذلك رزق القلوب بالإيمان، لا يدخل أنه مدخلا يرضون، هذه قد تشمل أيضا الجنة وما يفتح عليهم من البلدان كما حصل مع الصحابة لما فتحوا البلاد وعلى رأسها مكة، وكلا المعنيين صحيح وتحتمله الآية كما أشار لذلك الإمام السعدي رحمه الله. وأما من السنة فنجد ما جاء في صحيح مسلم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الوصال. إيه يا ابن الوصال ده يعني إيه؟ صح صح إيه الوصال؟ لا مش صلة الرحم، فيش نوم هنا. الوصال اللي هو إيه؟ وصل الصوم بقى يعني لحد الفجر ويأكل، وصل اليوم بالليلة وما فيش سحور ولا فطار، يعني يوم واثنين وثلاثة وبدون إيه؟ ولا سحور ولا فطار. تجيب كم يوم أنت؟ ولا يوم، لان مش مطلوب منك كده اصلا، انت منهي عن كده. احنا بنقول الكلام ده عشان الناس، بعض الناس قلقان من رمضان السنه دي، ده الايه اليوم طويل والدنيا حر، وعشان انت معتمد على نفسك على حولك وقوتك. شوف الاعتماد على حول الله وقوته، وده من الرزق برضه. ان واحنا في العمره بقول للاخوه وانا بشرح لهم العمره بيتكلموا على الحجر الاسود، نفسنا ايه؟ يقول لك نلمسه ونقبله، خد بالك. قلت له بالله سبحانه وتعالى مش انت في الصباح بتقول اللهم بك اصبحنا وبك؟ من المعاني بقى معاني التوكل على الله في امر الدين، وده اعلى الامور بلا شك في التوكل. قلت له ادعي ربنا، هتروح عند الحجر في وقت يكون الزحام يعني شويه وما فيش نساء موجودين عند الحجر، وقف ادعي ربنا وقول لا حول ولا قوه الا بالله. هي بعض الناس ممكن تقول له الكلمتين دول ما تجيبش معاه، يوم هو عشان طول بعرض كده وعضلات ومجانس وبتاع عايز ايه يخش ايه بقوته ويدخل ويتعور. اي حقيقة انا شفت واحد دماغه متعوره هو طالع من الحجر، واحد تاني وقف جوه عند الحجر الاسود لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص بايه بيتشاهد، ولا هو عارف يطلع ولا عارف يدخل، ايه اتحشر. فالاخ جاي يدخل اخد ولا حول ولا قوه الا بالله، وبقى الاسباب اللي قلنا عليها، فلقى واحده واقفه وراه. طب هعمل هتحشر في واحده وانا رايح اعمل سنه، لسه هيطلع لقى واحد راح زانق فيه من ورا، يبقى عمل ايه؟ امن له الايه؟ امن له ظهره، فتوكل على الله. فضل واقف واقف والناس عماله تزقه، هو بيزقش حد، لحد ما قرب من الحجر كان قدامه واحد طول بعرض، راح هو بايس الطول بعرض ده، وبعد ما خلص راح عامل له الناس كده وقال له خش يا محمد. كلمه محمد دي بيقولوها لاي ايه؟ سبحان الله. شايف وصل ولا ما وصلش؟ وده ايه؟ رزق، رزق من الله سبحانه وتعالى. توكل على الله أحسن التوكل، فأحسن الله له العطاء. بعضنا مثلا لما يجي مثلا في صلاة التراويح ما تروحش الجامع الفلان بتاع المشايخ ده، ليه يا عم؟ يقول لك رجلك هتتكسر. ليه يا عم؟ يقول لك بيصلوا بجزء بحاله. طب هو الصلاة بجزء دي تعتبر صلاة طويلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا لا تسأل، بيستغرق الليل كله صلاة، لدرجة أن الإمام في عهد الصحابة كان يصلي بهم البقرة في كام؟ في 8 ركعات، فلو صلاها بهم في 12 ركعة يقولوا ده كده خفف معنا كده. وكانوا ينصرفون مع فروع الفجر عشان يلحقوا السحور، يعني يبدأوا صلاة من بعد العشاء، أو لو أخروا العشاء مثلا بساعة ولا ساعة ونص يبدأوا صلاة لحد الفجر، يلحقوا يخلصوا صلاة عشان يلحقوا يتسحروا. طب كانوا يعرفوا يقفوا كل ده؟ حتى كان بعضهم ربما يعتمد على العصي من طول القيام. طب هو ممكن يكون واحد واقف كل الوقفة دي ومستمتع ولا مش ممكن؟ والله ممكن. إزاي؟ تعال شوف بقى الحديث ده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال ومن منكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني إيه بقى يطعمني ويسقيني؟ بعض العلماء قال إيه؟ طعام وشراب حسي، وهذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فابن بطال رد قال طب إزاي يبقى طعام وشراب حسي وهو يقول أنا بواصل؟ يعني أنا قدام كلنا بواصل ومن وراكوا باكل واشرب ما تجيش. فقال لا، كلام إيه؟ غير صحيح. جمهور العلماء قالوا هذا مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة الأكل والآكل والشارب من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، فيفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف ولا كلال. قال ابن القيم اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء،
نوع من الطعام والشراب الحسي، وللقلب منه خلاصته وصفوه، ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبول. الثاني بقى غذاء روحاني خارج عن الطعام والشراب، من السرور أو نقول روحاني بالنسبة للروح مش روحاني، خارج غذاء روحاني خارج عن الطعام والشراب، من السرور والفرح والابتهاج واللذة والعلوم والمعارف. وبهذا الغذاء كان سماويا علويا، وبالغذاء المشترك يعني بينه وبين الناس كان أرضيا سفليا، وقوامه بهذين الغذائين. وفصل رحمه الله في كلام له ماتع في زاد المعاد، فقال في المراد بقوله يطعمني ويسقيني، قال يعني ما يغذيه الله به من المعارف، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفس والروح والقلب، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. يقول ومن له أدنى تجربة، ركز في الكلمتين دول، من له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه، إلى آخر كلامه. أضرب لكم مثل شباب شوي قبل ما يلتزم، لما كان بيكلم بنات وخد منها معات وراح وقابلها، هي تأخرت عليه ساعة، عمل إيه؟ فضل مستني، ولما جات اتمشوا مع بعض ساعة ساعتين، ماشي كده، يبقى المحصلة كلها حوالي 3 ساعات على رجليه، صح؟ رجليه بتوجعه ليه؟ شفت اجماع الشباب ده؟ اجماع شبابي ليه ما بتوجعوش؟ لان حابب على قلبه زي العسل، ما بلاش انت على قلبه زي العسل، خدت بالك؟ ليه؟ لانه حابب كده. فاذا احب القلب شيئا أعطى الجوارح قوة فيه، الإنسان لما يبقى حابب حاجة القلب يدي قوة للجوارح فتتحمل، زي العامل اللي زمان كانوا بيطلعوا عشان الخرسانة ويشيل بالأصعة، وممكن الشباب يكون ها، فتلاقي كتفه عمل إيه؟ كله حتى دي بتبقى ميتة عنده، يعني أنت لو جبت دبوس كده شكته هنا ما إيه؟ وهو شايل البتاعة دي بيقعد إيه؟ يغني ويدندن كده، وأنت لو جيت بس ترفعها ممكن تقع بيها، ولو حطيتها على كتفك وطلعت بيها خطوتين ممكن تروح تنام لك يومين 3 تعبان. طب هو ايه الموضوع عند الشخص ده؟ ايه؟ اعتاد وحابب ده عشان بيجي من ورا فلوس، ها؟ فالعطل القلب عطل الجوارح ايه؟ قوه، مش حاسس بحاجه. تعرف بقى زيها موضوع صلاه التراويح وزيها موضوع الصيام، لما يبقى القلب فعلا مشتاق للعباده وحابب العباده يدي الجوارح ايه؟ قوه، فيبقى ايه؟ مستمتع. في دليل من السنه على كده، مستمتع، ده دليل جميل جدا. يلا عشان هنختم خلاص، عشان انتوا خلاص بداتوا تفصلوا، انا حاسس بيكم، طول ما اللي قدامك قاعدوا يتقلبوا يمين وشمال كده اعرف ان ايه؟ البنزين خلص. ها مين؟ لا لا ماشي، ارحنا بها يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال اقم الصلاه ارحنا بها، معنا كده. طب ايه كمان؟ انتوا عايزين حاجه من بره؟ ما تبصوش بقى بره. ها ابن عمرو بقى، قول سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص لما كان بيكلمه في التنزل في العبادات، فقال له يا رسول الله دعني استمتع بقوتي وشبابي. تعرف كان بيعمل ايه ابن عمرو؟ كان بيعمل ايه يا محمد؟ ابن عمرو كان بيعمل ايه؟ كان بي ها ايوه، لا مش دي بس، ده مش بيقيم الليل ليلة الدخلة، ده كان كل ليلة بيصلي طول الليل، وكل يوم بيصوم، وكل يوم يختم القرآن اللي نزل من القرآن، في أعلى من كده؟ وكان إيه؟ أهو لسه ما وصلتش، كان مستمتع بكده. فلما جوزه أبوه، يعني هو ما كانش جوزه،
زوجني أنكحني أبي امرأة أنكحني. فلما دخل بها ما قربها. طب الشاب ده بيقعد يجمع قرشين ويسافر ويجي ويتعب، وليلة الدخلة هيصلي قيام ليل؟ احنا عايزينك تصلي الفجر، صلي ماشي يصلي عم ركعتين يصلي الوتر جزاه الله خير، لكن طول الليل يسيبها ويصلي قيام ليل؟ وده اصلا مش من السنه كمان. بس خلينا نقول عبد الله بن عمرو ما التفتش ليها، ومش يوم واحد ده يوم واثنين، لحد ما جه ابوه يتفقد الاحوال فسال عنه، قالت له نعم العبد لربه. شوف الادب، مش تقول له انت ايه اللي انت ايه وفيه وعامل لي شيخ وده ما بيفهمش ومالوش في لا بالراحه، قالت افضحيه، قالت نعم العبد بس ما يقربش مني وما لم يفتش لنا كان فانا الى اخره مثل ما او كما قالت. فراح ابو اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يقول له كيف تصوم كيف تقرا، لحد ما تدرج مع انه يختم في كام، في سبعة. قال له اطيق افضل؟ قال لا افضل، وده كان غالب حال الصحابه، ختمه القران كانت في سبعة ايام وده افضل واريح ليك. ماشي. الصيام قال له صوم ايه لحد ما وصل بيه للصيام داود صوم يوما، و قال له اطيق افضل؟ قال له لا افضل. باقي ايه؟ قيام الليل. ها قال له قم اقوم وايه وانام، اما لك في عسوه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصه ان عبد الله بن عمرو لما الرسول بدا يخفف عليه ما راحش قال كنت فين من زمان يا رسول الله، احنا متعذبين بقالنا كم سنه كل ليله نقوم نصلي والحمد لله جت من عنده. لا، ده لما النبي قال له كده قال له دعني استمتع، يعني كانت العباده عنده ايه مع المشقة اللي هو فيها. احنا عايزين يا شباب بقى العبادة تبقى عندنا فعلا ايه، بس لازم تاخد بالاسباب، ما تقعدش تتفرج، ما تفضلش مستني رمضان من دلوقتي ونايم وتشخر وجاي تقول بس يجي رمضان وهتشوفه هعمل ايه، لان ادركني رمضان لا يرين ما اصنع، ونبص عليه في رمضان مش شايفينه فين بيصنع بقى، هو شوف بقى بيصنع ايه على السرير نايم بيشخر ليه، لانه ما خدش الاسباب، ما عدش العده. زي ما نقول هنا اسم الرزاق، هو الانسان لو قعد في بيته كده واحنا بنتكلم عن الرزق مضمون ومكفول، الرزق هينزل له من السماء؟ هيبقى برضه مكتوب انه هيقعد في البيت مش هينزل له رزق، لان انت مامور اللي انت ايه تاخد بالاسباب. مش يقول لك يقول قال الله تعالى اسعى عبده واسعى معاك، ماهيش ايه يقولوا كده، ماهيش ايه. بس هو الناس يعني تمام قوي في موضوع الفلوس والرزق المادي، لكن في موضوع العباده ما فيش اسعى يا عبد وناس معاك عند ناس كتير، تيجي تقول له طب احضر درس، طب اسمع كذا، طب اقرا كتاب ان شاء الله ربنا، وما يعملش ويجي يشتكي يقول لك انا حاسس ان هنا حجر، مش حاسس برمضان، رمضان كانه ما دخلش، عدى رمضان وما حسيتش بيه، مين السبب؟ حضرتك. عشان كده بنقول ان احنا عايزين فعلا ناخد بالاسباب اللي انا هلخصها دلوقتي عشان اختم بس بعد ما اقول القصه دي. قال حماد بن سلمه ألح المطر علينا سنة من السنين، وفي جواري امرأة من المتعبدات لها بنات أيتام، فوكف السقف عليهم، يعني لا ما وقعش، بدأ إيه يسقط عليهم مية، فسمعتها تقول يا رفيق أرفق بي، من أسماء الله الإيه الرفيق، يا رفيق أرفق بي. قال فسكن المطر، دع الدعوة المطر إيه وقف. قال فأخذت صرة فيها 10 دنانير، الدينار بكام؟ 4 جرام وربع ذهب، ها قول الجرام ب 300 جنيه، يبقى 4 في 300 بكام؟ 1200 في 10 12000 جنيه، وجايين بيخبطوا على الباب خدي جايب الصرة دي. قال وقرعت بابها فقالت، سمعها وهي جوه، اجعله حماد بن سلمة، هي بتقول حماد ده مش درواشة وبتاع بس هتشوفه. فقلت أنا حماد وقد تأذيت بالمطر، وقد تأذيت بالمطر، فقلت يا رفيق أرفق بنا، فما بلغ من رفقه بك؟ فقالت سكن المطر وأدفأ الصبيان وجفف البيت. شوف الكلام فيه أدب، بتنسب الإيه الفضل كله والخير كله لمين؟ لكن واحد ده تقول له ايه الاخبار والامتحانات، عملت وخليت وسويت يا عم، قول ربنا وفقني، زي سيدنا يوسف لما قال لوالديه ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم، شوف جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان، شوف بقى هنا نسب لمين، بيني وبدا بنفسه وبين اخواتي، مع ان اخواته هم اللي ايه، شوف الادب بتاع سيدنا يوسف، عايزين نتعلم يا شباب. ها شوف هنا بتنسب الخير والفضل لله سبحانه وتعالى. قال فأخرجت الدنانير وقلت انتفعي بهذه.
فإذا صبية عليها مدرعة من صوف تستبين خروقها، يعني حاجة متقطعة كده، يعني بنت صغيرة قد خرجت علي وقالت ألا تسكت يا حماد تعترض بيننا وبين ربنا؟ إيه اللي مدخلك بيننا في العلاقة اللي بيننا وبين مين؟ وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم قالت يا أمه قد علمنا أن لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه. حد فهم؟ بتقول قد علمنا أن لما شكونا مولانا، هي شايفة أن أمها اللي عملته ده إيه؟ شكوى، وده مش شكوى، ده جائز، ده يعني نوع من الورع ممكن يكون عند البنت دي، أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا من بابه. ثم ألصقت خدها بالتراب، يعني كأنها سجدت، وقالت أما أنا وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتني، أنا معاك ملازمة للباب وللدعاء. ثم قالت يا حماد رد عافاك الله دنانيرك إلى الموضع الذي أخرجتها منه، فإننا رفعنا حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين. فإننا رفعنا حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين. هذا لا يقصد منه إخواني كما قلت دروشة وتواكل، لا، بل ربما يكون عندها من الأسباب ما يجعلها تستغني عن الناس، شيء من التعفف، من يستعف أو يتعفف إيه؟ يعفه الله، وخصوصا إذا كان في قبول هذا الشيء أن تصير على الإنسان منا ونحو ذلك، فله أن يمتنع من ذلك، ولا مانع أن يأخذ الإنسان بالأسباب، ولا مانع أن يدعو الله عز وجل كما ذكرت لكم. إذا اتضح إخواني أن الرزق للقلوب والأرواح كما هو للأجساد والأشباح، وأن الأول هو الأخطر والأهم من الثاني، فإنه ومع سرعة مرور الأيام والقرب من رمضان لابد أن تلهج القلوب قبل الألسنة بالدعاء أن يرزقنا الله عز وجل الخير الذي في رمضان، وأن يرزقنا الله عز وجل التقوى التي في رمضان. لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وإيه وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى إيه، لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك إيه، يبقى الخشية دي إيه؟ رزق يقسم، يقسمه الله سبحانه وتعالى. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، الطاعة قسم، رزق يقسم. فسل الله الطاعة، سل الله التوفيق، ثم خذ بأسبابها. إذا كان الذي يسأل الله الرزق الدنيوي ولا يأخذ بأسبابه ربما لا يرزقه، فكذلك الأمر بالنسبة للرزق الأخروي، رزق القلب، إذا سأل العبد ربه ولم يأخذ بالأسباب ربما حرم من ذلك الرزق. لذلك الخير كله كمل بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك. طب مفتاح ده إيه؟ الدعاء. الخير كله بيد الله. تريد قلبا خاشعا في رمضان، سل الله من فضل وخذ بالأسباب. تريد عينا باكية من خشية الله، سل الله من فضل وخذ بالأسباب. تريد قلبا خاشعا يستلذ ويستمتع بالصلاة في رمضان، سل الله من فضله وخذ بالأسباب. تريد أن تتدبر القرآن وتتفهم، سل الله من فضله وخذ بالأسباب. اسمع سلسلة ودواجب عايزين نبدأ فيه من النهاردة، اسمها كيف أتلذذ بالصلاة. الدرس حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة بس، دي هتدي للصلاة بتاعتك طعم جديد خالص، عشان لما يدخل رمضان نعرف نصلي صح. وإحنا عملنا قبل كده دروس هنا في المسجد، اتكلمنا عن إصلاح العبادات وإصلاح القلب، وشرحنا كتاب في الخشوع في الصلاة اللي هو أول مرة أصلي، وشرحنا كتاب في تدبر القرآن اسمه مفاتح تدبر القرآن، وتكلمنا عن العبادات القلبية، عن الحب وعن الخوف وعن الرجاء لله سبحانه وتعالى. والمحاضرات دي موجودة ومتسجلة للي عايز من دلوقتي يلحق يسمعها في أظن من رمضانين فاتوا، إصلاح العبادات وإصلاح القلب سبق ذلك. لكن ابدأ أنت من دلوقتي جهز العبادات بتاعتك من باب اللي أنت بتاخد بالأسباب. واحذر أشد الحذر من الحرمان من هذا الرزق القلبي، أعني الطاعة والأنس بالله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك المعصية أو القعود وعدم الأخذ بأسباب نيله، أو القعود وعدم الأخذ بأسباب نيله. ثم أوصي إخواني بأن يتدارسوا كتابا حول أسماء الله الحسنى، كتاب اسمه كتاب حول أسماء الله الحسنى، وده أخطر علم هتتعلمه في حياتك. الشباب يركزوا بالله عليكم، أخطر علم هتتعلمه في حياتك علم الأسماء الحسنى، وعايزين نبدأ انطلاقة بقى من قبل رمضان اللي احنا نبدأ نقرأ عن أسماء الله الحسنى. كتاب اسمه الأسماء الحسنى والصفات العلى بتاع الشيخ عبد الهادي حسن وهبي،
الأسماء الحسنى والصفات العليا، اكتب اسمه عشان تروح البيت تدور على النت عليه وتبدأ تقرأ فيه، ولو كل يوم 5 صفحات هتخلصه قبل رمضان بإذن الله تعالى. الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصفات العليا الشيخ عبد الهادي حسن وهبي، أو كتاب أكبر اسمه ولله الأسماء الحسنى فادعوه به الدكتور عبد العزيز ناصر الجليل، أو كتاب أكبر مجلدين وبينزل كل فترة مجلد تاني اللي هو ماسك سلسلة الأسماء كلها شرح وجايب أمثلة وحاجة جميلة جدا هتعجبك، وده من أحسن ما وقفت عليه في شرح أسماء الله الحسنى. اسمه إيه؟ الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية، بيحاول يعيشك الأسماء. وقول معايا الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية، ده صدر عن أكاديمية أسس موجودة هنا في اسكندرية، صدر عن أكاديمية أسس. فياريت الإخوة والأخوات يبدأوا إيه يحصلوا الكتاب ده أو غيره، ولو أنت عرفت تنزل سلسلة شرح أسماء الله الحسنى لبعض المشايخ المعروفين من علماء أهل السنة عشان تسمع وتقرأ، لأن السماع بيبقى فيه مشاعر لعله يكون أفضل بإذن الله تعالى. ولا نغفل إخواني وأخواتي عن الاجتهاد في الطاعة في شعبان، مستحضرين أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ولنطهر قلوبنا من الشحناء للمسلمين، ولنعفو ونصفح حتى يعفو الله عنا، لأن ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل على خلقه ويغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن. فاعفو عن الناس واعفو عن إخوانك وسامحهم واطلب بذلك عفو الله عز وجل، لأن العبد كما يكون لإخوانه يكون الله عز وجل له. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.